طائر الروز الذي يسمى بطائر الحب ذو الوجه الوردي The Rosy Faces Lovebird. وتنتمي طيور الروز في الحقيقة إلى طيور الحب، وتمتاز بأنها اجتماعية وذات صوت مرتفع. وغالبا ما تعيش هذه الطيور في البراري على شكل مجموعات صغيرة. الاسم العلمي لطيور الروز Acaponens roscalens، ولا يتفرع منه سوى نوع واحد ويقال له الببغاء المصاحب. وتعرف هذه الطيور أيضا بأسماء أخرى، منها طيور الحب ذات الرأس الوردي وطيور الحب ذات الحلق الوردي. سلوك الهرب والدفاع، ومن دوافعه وجود مراكز عصبية في المخ تثار عند تنبيهها بواسطة الغضب أو الخوف. طيور الروز التي تعيش في البيوت والأقفاص، فيمكن أن يشمل نظامها الغذائي على العديد من العناصر مثل البذور والفواكه والمكسرات ومزيج من البذور التجاري الذي يباع في الأسواق، كما يمكن أن تتغذى على أي نوع من الخضروات الخضراء الطازجة. ويشرب طائر الروز الماء بكثرة وطوال اليوم، وذلك بسبب وجودها غالبا في مناطق حارة وجافة. يمتاز طائر الروز بالحيوية وبحركته الجميلة اللافتة للأنظار، وغالبا ما يقضي وقته في التسلق على الجدار باستخدام قدميه ومنقاره. تعتبر طيور الروز من الطيور المحبة للغناء، فهي تتميز بتغريداتها ذات الصوت المرتفع. قد يستمر بالتغريد طوال اليوم، وتتواصل هذه الطيور مع البشر بطرق مميزة. فهي من الطيور الاجتماعية للغاية، مما يجعلها ترتبط بمالكها وسرعان ما تثق به. يعرف عن صوته العالي والحاد في التواصل، ويطلق طائر الروز صوتا يشبه الصرير عندما يحاول الانزلاق إلى الأسفل، كما أن له أصوات مميزة أخرى تصدر عنه طوال اليوم. سلوك الاستطلاع هو سلوك يتصل بحب الحيوان في التعرف على ما يدور حوله، حتى يكون على بينة من بيئته وعلاقته به. يعد سلوك الاستطلاع من الدوافع التي تحرك سلوك الكائن الحي وتوجهه. سلوك التعود، يعد التعود تناقص في استجابة طائر الروز المثير ليس له تأثيرات إيجابية أو سلبية بعد أن يتم تعريضه لهذا المثير بشكل متكرر.